المحامون يلتحقون بالمسيرات التي تشهدها شوارع الجزائر منذ أسبوعين، منظمين وقفة سلمية أمام المجلس الدستوري ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة جديدة. نحن صوت للشعب، ولسنا هنا إلا لإيصال رسالة الشعب الجزائري الذي لحق وعيه إلى درجة جد 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 عليا. أصحاب الجبة السوداء رددوا أمام المجلس الدستوري شعارات تنادي باستقلالية القضاء واحترام الإرادة الشعبية. لا يحق لأي كان ومهما كان الحزب اللي كان، لا يحق له الدوس على القانون، وبالتالي وقفة الجبة السوداء، وقفة الدفاع اليوم راهي وقفة يعني يجب أن تكون، وكان يعني يجب أن تكون للتاريخ. وباعتباره ممثلا للمحامين، أكد النقيب عبد المجيد سليني أن منظمته قد أعدت بياناً وحاولت تسليمه للمجلس الدستوري. من واحد ممثل الإدارة، أنا الرسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري ماهيش للإدارة. قال لا أنا ما رفضوا الاستلام يعني استقبالي، وبالتالي رفضت تسليم الرسالة للإدارة. بما ستقومون إذا؟ راح نبلغوها عن طريق الصحافة. هي وقفة سلمية قبل الفصل في غضون بضعة أيام في ملفات المتقدمين للترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل.